أعلنت وزارة الإسكان عن بدئها في تسليم المواطنين شهادات استحقاق وحدات المرحلة الثانية من مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني، وذلك تنفيذا لبرنامج توزيع 3200 وحدة سكنية. أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيعها. جهود أثمرت وأينعت، وإرادة كبيرة توجت تلك الجهود التي عملت على تسريع عجلة نمو بناء الوحدات السكنية في مدينة شرق الحد وتوفير مشاريع البنية التحتية. اليوم دقت الساعة وتم استدعاء المواطنين والمستفيدين لتوزع عليهم شهادات استحقاق وحدات المرحلة الثانية من مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني، وذلك تنفيذا لبرنامج توزيع 3200 وحدة سكنية. مشروع شرق الحد هو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعمل على بنائها وزارة الإسكان. طبعا تم توزيع ما يقارب من 500 وحدة في الدفعة الأولى، وقاربنا وشارفنا على الانتهاء من عملية البناء، وبدأت أيضا الوزارة في عملية البنية التحتية. اليوم بدأت وزارة الإسكان توزيع شهادات الاستحقاق للمرحلة الثانية والمكونة من 900 وحدة سكنية في مشروع شرق الحد. المشاريع الإسكانية الحالية بمدينة شرق الحد يتم تنفيذها على 3 مراحل متوازية، ففيما تتباين نسب الإنجاز ما بين وحدات أوشكت على الاكتمال، مراحل أخرى شهدت ترسية المناقصات تمهيدا لبدء أعمال البناء، جميعها دلائل تعبر عن التزام الحكومة في سعيها لإنجاح البرنامج الذي رسمته في أسرع وقت ممكن، والذي يرمي أولا وآخرا لخدمة المواطنين وتوفير أفضل معيشة لهم. فرحان اليوم بوجودي هنا في وزارة الإسكان، وشكر خاص لجلالة الملك وسمو ولي العهد على تواجدنا هنا، وشكر لوزارة الإسكان على جهودها المبذولة. اليوم حصلنا طلب الوحدة السكنية بعد توجيهات ولي العهد، جزاه الله خير ما قصر. نشكر القيادة الرشيدة. تم تخصيص لنا وحدة في شرق الحد، يعني كنت أنا أتمنى أن في نفس منطقة محرق أن تكون، والحمد لله حصلت. أشكر جلالة الملك زين ولي العهد والأمير خليفة بهالمناسبة، والحمد لله يعني احنا مستانسين. الحمد لله حصلنا بيت في مدينة الحج، الحمد لله. شو أقول يعني، صراحة فرحانة وايد، وأشكر يعني وأشكر جلالة الملك حمد بو سلمون ما قصر، وأشكر الشيخ خليفة أبو علي الله يطول في عمره يا ربي ويخلي لنا ذخر حق البحرين وشعبها، وأشكر الشيخ سلمون أبو عيسى الله يطول في عمره شيخ الشباب، والله يحفظهم لنا. فرحة يعني هذه الفرحة هذه حق جلالة الملك ولي العهد الأمين ولا رئيس الوزراء وللشعب اللي يعني شو أقول، ما أقدر أوصف يعني بهاليوم الشعور. تكلمنا شهادة استحقاق الوحدة السكنية، ونشكر القيادة الرشيدة على استلامنا شهادة استحقاق الوحدة السكنية، ونشكر منسوبي وزارة الإسكان. طبعا احنا مستونسين ان حصلنا بيت في مدينة شرق الحد. اتقدم بجزيل الشكر للقيادة الحكيمة في مملكة البحرين وعلى رأسها صاحب السمو ولي العهد الأمين لصدور توجيهات السامية في سبيل صرف أو توزيع المشروع شرق الحد. في الحقيقة احنا طبعا اليوم سعداء أكيد، احنا والأسرة وجميع من تم طبعا توزيع عليهم الوحدات السكنية، خاصة أن المشروع طبعا شارف على الانتهاء ولا زلنا ننتظر طبعا توزيعات والاختيارات السكنية. لذلك احنا طبعا نكرر شكرنا الجزيل للقيادة الحكيمة ولسمو ولي العهد. أشكر الملك ولي العهد والشيخ خليفة ما قصروا. عملية توزيع شهادات المرحلة الثانية من مدينة شرق الحد ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل لتغطي نسبة كبيرة من الطلبات الإسكانية القديمة،
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت الوزارة بتوزيع 483 شهادة استحقاق من المرحلة الأولى بالمشروع، وذلك بعد تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بوضع حجر الأساس لمشروع مدينة شرق الحد. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.